هاي يا بنات، فيديو النهاردة هنتكلم في عشق البراندات والشوبينج وازاي يكون عندك لبس براندات سواء جزم او شنط او اكسسوارات كتير بسعر بسيط، وازاي اصلا فكرة الاستثمار في البراندات دي زي المشاهير، وهعلمك ازاي يكون عندك اصلا لبس براند وهو في الحقيقة اصلا مش براند، وازاي اصلا يكون عندي دولاب احلامي. في حلقة النهاردة هقول لكم مفاجآت بومب عن البراندات، عن براندات المشاهير والمشاهير مع البراندات. خلينا نعرف يعني ايه براند. براند يعني منتج سواء جزمة او شنطة. يعني احنا النهاردة هنتكلم على اهتمامات البنات من الجزم والشنط والساعات والنظارات، الحاجات اللي هي خاصة بالشوبينج للبنات سواء في مرحلة العشرين او في الثلاثين. يمكن مرحلة العشرين بيبقى الشغف عندنا كبير جدا، عايزين نجيب براندات والكلام ده كله، بس في مرحلة الثلاثين للاربعين بيبدأ الشغف بتاعنا او اهتمامنا ان احنا يكون عندنا لبس براندات بيقل تدريجيا، بس مع ذلك مش بينتهي تماما. فالبراند هو عبارة عن منتج حد صممه، سواء شخص عادي او شخص اصلا في الغالب بيكونوا ناس اغنية معاه شوية فلوس، عندها تالنت موهبة، بيستخدموا الموهبة دي ان هم يعملوا فلوس اكتر. فالمنتج ده بيتجاب سواء لبس او جزمة او شنطة او نظارة، بيتجاب بيتحط عليه لوجو، بعد كده المنتج ده بيتوزع حول انحاء العالم، بيتوزع في محلات، المحلات دي بيبقى ليها ستاندر، عشان كده لما بتروحي مثلا زارة في الامارات هو نفس زارة في يوكي، هو نفس زارة في امريكا، هو نفس زارة في اليابان، نفس قطع الملابس بتلاقيها في جميع افرع البراند ذات نفسه. اهم حاجة في البراند بيتصرف عليه دعاية بملايين الدولارات، يعني كمية الدعاية اللي بتتصرف على البراند اكتر بكتير من قيمة البراند او القطعة اللي انت اشتريتيها ذات نفسها. بعد كده اللبس ده او المنتج ده بيتشحن حول انحاء العالم، بينزل المحلات، المحلات دي بتبقى موجودة في افخم الاماكن في كل بلد، هتلاقي دايما المولات الفخمة، المولات اللي هي الفايف ستار دايما بيكون فيها البراندات العالية، ومعنى كده ان ايجار المحل ده عالي جدا، فده طبيعي ان يكون سعر المنتج او اللي انت بتشتريه من البراند ده بيكون عالي جدا، لان انت بتبقي دافعة ثمن الشيبينج الشحن، تبقي دافعة ثمن المخازن، تبقي دافعة ثمن الستور المحل ذات نفسه، بتبقي دافعة ثمن الدعاية سواء في الاعلانات سواء في الشارع سواء حتى في الكيسة اللي انت بتشتريها من المنتج او البراند ذات نفسه. فكرة كلها ان انت بتدفعي فلوس في منتج مشهور، وانت بتبقي عايزة الاحساس بتاع الشهرة ده. سؤال دلوقتي، هل اللبس البراند بيختلف فعلا عن اللبس العادي اللي انت بتشتريه من المحلات البسيطة اللي بتبقى حوالين بيتك اللي ما بيبقاش فيها اضافات فلوس كتير، ولا فعلا المنتج ده بيبقى معمول بشكل مخصص عشان كده بيبقى سعره غالي؟ الحقيقة ان الاتنين بيبقوا زي بعض، الفكرة كلها ان انت بتكوني دفعتي الفلوس دي كلها في تمن الدعاية والاعلانات والستور والشحن والعمالة والكهرباء والاضاءة والتكييف، كل ده انت بتكون الدفع على حسابك. واهم حاجة الميزانية الكبيرة كلها بتروح في الدعاية. الدعاية فين؟ مش بس في التلفزيون، الدعاية اللي بتتصرف على المشاهير. يعني المشهور بيبقى قاعد في بيته، بيجيله اللبس، بيجيله الاكسسوارات، بيجيله كل حاجة ببلاش. بالعكس ده بيدفعوا له فلوس عشان يعمل دعايه ليهم، يعني هو بيجي له لبس واكل وشرب اكسسوارات، كل حاجه بتجي له ببلاش، بلس ان هو بياخد فلوس ان هو يعمل لهم دعايه او يوري الجمهور بتاعه ان هو لابس البراند الفلاني. دايما بنشوف في الاعلانات او في التلفزيون المشهور الفلاني لابس الساعه الفلاني او التيشيرت الفلاني او الشوز الفلاني او النضاره شانيل او جزمه شانيل او النضاره اللوي فيتون او الشنطه البرادا أو أو أو, او 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 فده دايما بيديكي احساس واو شكلها جميل قوي، شكل النضاره بيخليها واو، الساعة مخليها تبقى شبه الستار، أوه انا نفسي ابقى زيها، انا نفسي حلمي ابقى شكلها. وده فكرة الدعاية، ان هم بيحطوا المنتج على قوالب، القوالب دي اللي هي المشاهير والممثلين والمغنيين، عشان انتي تبقي تتمني تبقي زيهم، وده في حد ذاته ماركتينج شاطر جدا وذكي جدا. على الجانب الاخر، متابعة الفاشونيستات لعبت بدماغنا اكتر وحسستنا بالرغبة الشديدة في امتلاك هذا البراند المعين،
واحنا في حكم السوشيال ميديا اللي موجودة سواء انستجرام، تيك توك، فيسبوك، سناب شات، كل البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا بتشوفوا عليها فاشونيستات. الفاشونيستات دي اساسا هم مش مختصين في الفاشن، هم اصلا ناس مشاهير سواء مغنيين، ممثلين، او حتى خالص ولا مغنيين ولا ممثلين، هم متخصصين في الدعاية. وتم اطلاق كلمة او لقب على الناس دي فاشونيستات، ان هم اصلا مختصين بالدعاية. هم ناس عادية جدا، ذكيين جدا ان هم يعملوا براندنج لنفسهم، شعروا نفسهم من ما لا شيء ان هم بدأوا يشيروا قصة حياتهم سواء على السناب شات او الانستجرام، بيوريكوا الحياة المثالية بتاعتهم، فانتوا بدأتوا تتابعوهم، فالعدد الفولورز بتاعتهم زادوا، فالشركات دي او البراندات دي بتاخد الناس دي عشان تعمل لهم دعاية. فالناس دي تم اطلاق لقب عليهم اسمه الفاشونيستات. فبدل ما عشان احنا دلوقتي حاليا ما عدناش بنستخدم التلفزيون زي زمان، بقت السوشيال ميديا هي العين بتاعتنا اللي بنشوف عليها كل حاجة. فهو ده الماركتنج الذكي، ان هم استغلوا الناس دي عشان يعملوا دعاية للبراندات. طيب هل فعلا الفاشونيستات دي او الناس المشاهير دي فعلا كل اللي لبسهم براندات؟ الصراحة ان انا شفت من احد المشاهير اعترفت، قالت ان مش كل اللبس بتاعنا براندات، في حاجات بتبقى هاي كوبي، بتبقى فعلا نسخة طبق الاصل من البراند، وانتي تقدري تستغلي النقطة دي لصالحك. الفكرة ان انا مش جاية النهاردة اشجعكوا ان انتوا تلبسوا براندات، انا عايزة ان انتوا تلبسوا البراندات عشان سبب واحد بس، الاحساس. الاحساس لما تلبسي لبس براند انت بتحسي من جواك بقيمة، والقيمة دي بتبان على الاتيتيود بتاعك، على الاكشنز بتاعت جسمك كلها، بتبان على افعالك، فتحسي باحساس ان انت مهمة. هتلاقي مثلا على سبيل المثال لما بتروحي تشربي قهوة في ستاربكس بتحسي ان انت ايه؟ انسانة مهمة، انسانة عارفة تركزي. دايما لما بنروح الكافيهات ونروح ناخد اللابتوب بتاعنا بنلاقي ان كمية الشغل اللي احنا بنشتغله في الكافيهات اعلى بكتير من اللي احنا بنشتغلها في البيت. ليه؟ لان انت بتبقي قاعدة في البيت لابسة البيجامة، قاعدة على السرير ربطة شعرك، لكن لما بتروحي الكافيه بتبقي قاعدة متزوقة، لابسة اهم حاجة زي ما بنقول لابسة اللي على الحب، فتحس ان انت احساس ان انت واحدة مهمة. الاحساس ده في حد ذاته ده اللي انا عايزاه منك. ازاي البس لبس براندات؟ عندك تقدري تلبسي لبس براندات هاي كوبي، يعني مش تروحي تصرفي فلوسك وانتي اصلا البادجت بتاعتك لسه صغيرة، لسه ما مستثمرتيش فلوسك، لسه ما عندكش البروجكت او المشروع الخاص بيكي، لسه ما عندكيش مصدر دخل كبير تقدري تصرفي منه وتشتري براندات. فتعمل ايه؟ تروحي تشتري الحاجات البراندات الهاي كوبي. الهاي كوبي بتبقى تيبكال الاصل من البراند الاصلي. وعايز اقول لكم على حاجة، بالنسبة البراند اصلا زي ما قلنا وعرفنا ايه هو البراند، المنتج اللي انت اشتريتيه من البراند ده ذات نفسه بيبقى متصنع في الغالب، بيجيبوا العمالة من دول العالم الثالث، وده لان العمالة بتبقى بسيطة جدا، رخيصة جدا، بيستغلوهم يعني حرفيا بيمصوا دمهم عشان التكلفة تبقى بسيطة عليهم، ولما يجوا يبيعولك يبيعولك بمبالغ ضخمة ويكسبوا هم الفلوس في جيبهم. طيب يعني انت عايزة تبقي نفس الضحية زي ما هم الناس اللي بيستخدموهم في دول العالم التالت ضحية عشان يضغطوا عليهم يطلعوا لهم منتجات بنفس التصميم اللي هم صمموه، تمام، ويدوا لهم شوية فتافيت؟ متقعيش متبقيش ضحية للبراندات. بس هقولك ازاي تلبسي براند زي ما قلنا، روح نجيب هاي كوبي. ازاي نجيب هاي كوبي؟ هتلاقي في كل مدينة سواء بلدك او انت منين، اكتبولي في الكومنتات تحت، يا ريت تكتبولي متابعيني الحلوين حبايبي منين بيتابعوني بيتفرجوا عليا منين. وعشان تتبسطي وتهدي وعشان دايما عندنا الرغبة والالحاح الشديد ان احنا يكون عندنا براند، سواء ولان السوشيال ميديا لعبت بدماغنا قوي وتمكنت من دماغنا للأسف وحسستنا ان البراند هو الكينونة اللي هتحسسنا باللي احنا ناجحين. طيب بيني وبينك وبين نفسك كده، انت فعلا انسانة ناجحة؟ هل انت حققتي نفسك؟ هل انت ماديا مستقلة؟ هل انت كل شهر بيجيلك مبلغ كده حلو تقدر تشتري اللبس البراند اللي انت نفسك فيه؟ ولا بتعصري على نفسك وتحوشي قرش على قرش عشان تشتري الحاجة الفلانية وبعد كده بقيت الشهر ما بيبقاش معاكي حاجة وحسابك في البنك زيرو؟ وعلى سبيل المثال المشاهير والفاشونيستات والناس دي، الناس دي معاها فلوس كتير جدا يا جماعة، زي ما انت بتشوفيها كده وهي لابسة المنتج او البراندات العالمية ونفسك تلبسي براندات عالمية، بس مش نفسك برضو يكون حسابك في البنك زي حسابها في البنك؟
هل ده عدل فعلا ان هي بتاخد كل حاجة ببلاش وبتاخد فلوس كتير مقابل شوية الدعاية اللي هي عملتها؟ عدل، ولان هي اشتغلت كتير سواء فاشونيستات او مغنية او ممثلين، الناس دي يا جماعة بتتعب حرفيا عشان تنجح وتحقق ذاتها وعشان تبقى مشهورة، وكل صايد في الحياة بيبقى ليه الجانب الايجابي والجانب السلبي. فهي فعلا الفاشونيستا دي او السليبرتي دي المشاهير كلهم بيبقوا فعلا تعبوا واشتغلوا على نفسهم كتير جدا عشان يوصلوا، فده عدل بالنسبه له. بس اللي مش عدل ان انت تتعبي وتشتغلي وتصحي الصبح وتشتغلي من الساعه 8 للساعه 5 وكل يوم تروحي نفس الشغل، ولما تيجي تتعبي وتاخدي اجازه مديرك يعاقبك او تاخدي اجازه او ده مش عدل. فهي تشتغل وتتعب وتكسب فلوس كتير، وانت تشتغلي وتتعبي وما تكسبيش ولا حاجه، بالعكس انت كمان واقعه في الخيه بتاعه البراندات. طيب نعمل ايه؟ معظم البنات اللي بيتكلموا معايا كول 1 تو 1 بنحط معاهم برنامج كده، برنامج يطلعهم فوق قمه الجبل، بنعمل فورماتنج كده للدماغ عشان الدماغ فعلا متاثره بالسوشيال ميديا، متاثره بكل حاجه سواء ايجابي او سلبي، بس عايزين نقلل السلبيات اللي بنبتصها من السوشيال ميديا. فبنعمل كول بنحدد فيها، بنعمل برنامج انا مسميه جيش شيماء. الجيش ده يعني عارفين كده الشباب لما بيروحوا الجيش عشان يأهلوهم عشان لو في حرب لا قدر الله يبقوا جاهزين، انا عايزة احضرك للحرب بتاعة النجاح، تكوني قوية شاطرة ناجحة غنية معاكي فلوس وتلفي العالم كله، تلبسي كل اللي نفسك فيه وتحققي كل اللي نفسك فيه وتجيبي لنفسك كل اللي نفسك فيه. الحياة كلها عبارة عن روتين، الروتين ده بيتم بشكل صحي، بحطه معاكي بكتبه معاكي بالقلم والورقة، بفهم تفاصيل حياتك، بعد كده بعمل لك برنامج خاص بيكي انتي لوحدك يوصلك لقمه الجمال. زي ما قلنا في فتره العشرينات دايما حلمنا يكون عندنا لبس وبراندات وي 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 وي. طيب بعد كده الحاجه دي بتقل، الحاح بتاع الشوبينج ده بيقل مع الزمن. يعني انا لما كنت في بدايه العشرين كنت بحب الشوبينج جدا، كنت بحب لبس الماركات جدا، بدات اكبر اهتماماتي والرغبه بتاعتي بتاعه الشوبينج قلت، بس في حاجات تانية زادت، بحب اسافر. يعني انتوا لما كده بتروحوا تشتروا حاجه من براند معين ومعاكوا الشنطه بتاعه البراند، انا بالنسبه لي الاستامب على الباسبور بتاعي ده الاحساس ده البراند بتاعي، ان انا اسافر واتفسح والف العالم حتى بلبس بسيط جدا. يعني انا من الاشخاص ان فعلا حرفيا حاليا ما عنديش اي حاجه براند، لاني بسافر بتحرك كتير في كل مكان، يعني بشتري حاجات بسيطه جدا من الناس اللوكال عشان اشجع التجاره اللوكال عشان اكسبهم ويقدروا يسترزقوا ويعملوا فلوس ويصرفوا على اهل بيتهم، غير ان انت بتروحي تصرفي على البراندات اللي هم اصلا حيتان معهم فلوس في البنك الافات وملايين سوري. ولما بسافر بتنقل من مكان فبرمي اللبس اللي انا مش محتاجاه، بدي الناس فعلا محتاجينه في نفس المكان اللي انا فيه، وهكذا بسافر عشان اقلل الوزن بتاعي، بسيب الحاجات اللي انا مش محتاجاها اديها الناس محتاجينها، واروح البلد اللي بعدها اشتري حاجات بسيطه من الناس اللوكال، وقبل ما بسافر بسيبها للناس اللي محتاجاها. فانت فعلا لو نفسك فعلا ان انت تجيبي البراند، وان انت مش انسانه هوائيه عماله تصرفي فلوسك في هنا هناك، لو نفسك فعلا اشتري قطعه قطعتين حلو قوي. يعني انا دايما من الاشخاص اللي بحب جدا الكواليتي اوفر كوانتيتي، جيبي حاجه الكواليتي بتاعتها عاليه قوي تعيش معاكي، هاتي شنطه برادا تعيش معاكي، هاتي نظاره شانيل تعيش معاكي، هاتي بلوزه لوي فيتون تعيش، بس ما يكونش بقى ايه خلاص يعني اقعد اموت في نفسي واحوش قرش على قرش عشان اشتري البراند اللي هو يعني خنقني عشان اشتريه. وزي ما قلنا في كل بلد هتلاقي في مكان متخصص في الهاي كوبي، اشتري اللبس الهاي كوبي وحسي بنفس الاتيتيود وحسي بنفس الاحساس والمتعه اللي انت نفسك تحسي فيها وانت لابسه البراند العالمي اللي نفسك تلبسيه. وصدقيني مش هتفرق خالص ولا حد هياخد باله ان انت لابسه هاي كوبي. الفكره كلها ان انت هتلبسي اللبس ده عشان تحسي بالاحساس ده، عشان ياثر على شغلك وياثر على دماغك ان انت تشتغلي وتكسبي وتحققي نفسك، بدل ما يكون يعني حلمك تشتري براند انت تكوني البراند. فدايما احساس ان انت تلبسي هاي حاجات براند ده بيحسسك بان انت ليدي بوس كده في نفسك. طب فعلا ينفع اكون لابسه الماركه الفلانيه الغاليه جدا وانا اصلا ما حلتيش ولا حاجه في البنك، ما عنديش اصلا بيزنس؟ طب انا طالبه ولسه بدرس. حتى لو انت طالبه ولسه بتدرسي
تعالي بقى يا طالبة كده، انتي بتعملي ايه لمستقبلك؟ انا لسه في الثلاثينات، في اول الثلاثينات لسه بحاول اعمل. تعالي لي كده، خططك ايه للمستقبلية؟ نفسك ايه؟ يعني عايزة تحققي ايه؟ انا خلاص في الاربعينات راحت عليا، انا خلاص ولا طايلة ده ولا طايلة ده. ليه؟ تقدري تحققي، تقدري تنجزي، تعملي في اي مرحلة عمرية تقدري تحققي نفسك، وكوني الليدي بوس. معظم المشاهير اذكياء مش اغبياء كمان، لما بيصرفوا فلوسهم في حاجات براندات بيشتروا الحاجات اللي هي بتعيش بالاستثمار. يعني في شنط معينه من جاس او من ربي البراند التاني نسيت اسمه، الشنط دي سعرها بيغلى زيه زي سعر الذهب. يعني زي ما انت بتشتري ذهب وتستثمري وتعيني وتبيعي وتشتري وتبيعي وتشتري وتبيعي، المشاهير دول بيشتروا البراندات اللي هي فيها استثمار، بيشتروا الساعات اللي سعرها بيغلى. هتلاقي معظمهم بيشتروا ساعات قيمتها مليون واتنين مليون دولار. ليه؟ لان عارفين ان سعرها هيزيد، فده نوع من انواع الاستثمار. وكلمت قبل كده عن الربح في التجارة الإلكترونية والاستثمارات، وازاي تعملي استثمارات صغيرة تعملك شوية فلوس أكتر فأكتر فأكتر وتحققي نفسك وتكبري وتكبري. تابعوا سلسلة دردشة بنات كلها هتفيدكم. يعني مثلا لما كنت في تركيا في شارع خاص بالبراندات، صراحة يا جماعة لو رحتوا الشارع ده، تركيا كمان يعني بلد رخيصة جدا، الشوبينج فيها حلوة قوي، سعر الليرة واقع، تقدروا تروحوا دلوقتي، الطيران رخيص جدا، بلد جميلة جدا، أوروبية أسيوية، فتحسوا كده بالمزيج بين الاثنين. يعني أنا تركيا بالنسبة لي بلد يعني أنا بحبها جدا، فيها شارع خاص بالهاي كوبي. تلاقوا في ماليزيا في شارع خاص بالهاي كوبي، هتروحوا مثلا في أي بلد انتوا منين هتلاقوا في شارع خاص كده بالبراندات الهاي كوبي براندز، بيعملوا نسخه طبق الاصل من البراند. اشتري الحاجات دي واستمتعي بيها والبسيها وحققي نفسك واستثمري واعملي فلوس وزودي فلوسك في البنك واستثمريها وزودي الفلوس في البنك واستثمريها وزودي الفلوس في البنك. وبعد كده لما يبقى معاكي فلوس كتير وتبقي قويه ان انت تشتري اللي انت نفسك فيه معاكي بزياده، تقدري ساعتها تشتري البراند لو انت فعلا نفسك فيه. فالفكره يا جماعه يا بنات، ايه لازمه مثلا ان انت تلبسي لبس براند، نظاره شانيل غاليه جدا بواتيفر سعرها ايه، ساعه غاليه جدا، شوز غاليه جدا، وانت مقضيها في المولات مع اصحابك. يعني البسي البراند ده وانت رايحه مثلا الشغل بتاعك، الشغل بتاعك اللي بيجيب لك دولارات كتير. جيبي الموبايل الايفون اخر صيحه نزل لما يكون فعلا شغلك بيحتاج الايفون. يعني انا فعلا والله انا لسه جايبه الايفون يعني قريب جدا جدا جدا، موبايلي اللي قبليه وقع والشاشه اتشرخت وقعد معايا 5 سنين، كان موبايل واوي تمام جدا ما عنديش اي مشكله معاه، هي مشكلته ان الكاميرا بتاعته ما كانتش واو، وانا فعلا كنت محتاجه موبايل بكاميرا حلوه عشان شغلي، فاشتريت الايفون. ليه؟ عشان شغلي مش عشان هو براند. ولما رحت كمان اشتريت الايفون، اشتريت الايفون 13 وكان سعره نازل وقتها لان ال 14 كان لسه نازل السوق، فضربت عصفورين بحجر واحد، اشتريت الايفون اللي عايزاه يساعدني في شغلي ويكبر شغلي خاصة في الانستجرام. تابعوني على الانستجرام، بنزل ستوريهاتي وبنزل حياتي الصحية في السفر مع جوزي. ادي تابعوني وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام. فاشتريت الايفون عشان شغلي، اشتريته بسعر واقع عشان كان فيه الاصدار الجديد لسه نازل السوق، واشتريته لما كنت في ماليزيا، وماليزيا طبعا اسعار الاجهزة بيبقى ارخص حاجة من البلاد الاخرى، فكنا انا ضربت 3 عصافير بحجر واحد. فدايما خليكي ذكية، نفسك في الحاجة جيبيها بس في الوقت الصح للاحتياج الصح للسبب الصح. فالسؤال دلوقتي، دولاب مليان لبس ولا حساب بنكي مليان فلوس؟ اختاري وقوليلي واكتبوا لي في الكومنتات. وده دايما اللي بعلمه للبنات في كول 1-to-1 اللي بعمله مع البنات حاليا، بعلمهم ازاي يستثمروا، ازاي يزودوا فلوسهم، ازاي يحوشوا ويقرطوا على القرش ويستثمروا عشان يزودوا ويعملوا بروجكت خاص بيهم على حسب اطار حياتهم، عشان زي ما قلنا نطلع لقمة الجبل، عشان قمة الجبل فيها اكسجين بيور، فيها النجاح، فيها السعادة، بعيد عن الزحمة وخنقة الاكسجين الموجودة على الارض تحت.
انا بالنسبه لي البراندات ما تهمنيش خالص، واتكلمت قبل كده في فيديو عن لايف ستايل المينيماليزم وازاي اللايف ستايل ده ساعدني ان احوش فلوس كتير، احقق احلامي وان اسافر اكتر. يمكن انا دلوقتي فعلا حرفيا ما عنديش ولا قطع براند، يمكن اغلى حاجه عندي اللابتوب، عندي الايفون عشان شغلي واللابتوب عشان بعمل اديت على الفيديوهات بتاعتي اليوتيوب بتاعتي، كان عندي الساعه بتاعت الايفون بتاعتي وقعت مني اتكسرت، ولما رحت اصلحها قالوا لي ارميها جيبي واحده غيرها، زي ما عرفتي تدفعي فلوس واحده وتقدري تدفعي فلوس واحده تانية وثالثه ورابعه وخمسه. فده مبدا الناس الغنيه، الحاجه اللي هتتكسر منك يا حبيبتي هترميها في الزباله عشان انت معاكي فلوس كتير تشتري غيرها عادي، وده برضو ذكاء منهم عشان يسحبوا فلوسك وانت تتفقري اكتر وهم هيتغنوا اكتر. فقلت والله ما هشتري ساعه، هي واحده كده جبتها من اونلاين كانت عامله $5 يعني عادي مقضيه بها وقتي. الفكره كلها ان انا كنت محتاجه ساعه عشان لما بنزل بعمل سباحه او انزل اعمل سيرفنج او دايفنج مع جوزي في الميه ببقى عايز اعرف انا هي الساعه بقت كام دلوقتي. نفسي اجيب براندات، نفسي يعني مش كنت الاول بجيب براندات نظارات غاليه جدا جدا جدا، اكتشفت ان انا كل ما بروح مكان بنسى النضاره بالافات ضاعت مني، لاما النضاره احنا كلنا بنرمي النضاره في الشنطه فتتخربش، فالنضاره لما بتتخربش خلاص ترميها وانت دافعه فيها فلوس كتير جدا. فبطلت اشتري حتى النضارات البراند. وفي واحد جد يعني واحد يا جماعه اعرفه عنده محل نضارات هاي كوبي، وده اللي بدات اشتري منه النضارات الهاي كوبي، او حتى لما بسافر بشتري من اي محل بيبيع نضارات. قال لي على فكره النضارات اللي انت بتروحي تشتريها من المغربي مثلا او من البراند المعين نفس البراند نفس الحاجات الموجوده الهاي كوبي، لان كلها كل النضارات الشمسيه مثلا بتعدي على اختبار الفيجن الرؤيه اللي هي الجودة بتاعتها، فتلاقي مثلا ان الفرق ما بين النضارة البراند والنضارة العادية الفريم بتاعها بيبقى بس الفريم بتاعها بيبقى كواليتي اعلى بكتير، بس بنحس الرؤية كلها بتعدي على اختبار ان هي كلها صالحة للنظر. فبدأت اشتري النضارات العادية اللي هي $3-4 عشان اغير وارمي والبس وارمي فبالنسبة لي بقى ايه اللي انا اغير احسن من ان انا ابقى فيكسد بنضارة دفعت فيها $400 دفعت فيها $500 وخايفة عليها ودايما قلقانة تضيع مني، فالاحسن ان انا اجيب نضارات اللي هي $2-3 وحتى لو ضاعت مش مشكلة اجيب واحدة غيرها. في النهاية زي ما قلت لكم الكواليتي اوفر كوانتيتي، دايما خلي في الاعتبار ان يكون عندك حاجات صغيرة حاجات قليلة الكواليتي بتاعها حلو، حتى لو الكواليتي مش احسن حاجة مش براند، لان مش كل البراندات على فكرة الكواليتي بتاعها عالية، في براندات مشهورة جدا والكواليتي بتاعها بجد عادي جدا، لان احنا قلنا هم كلهم بيروحوا يعملوا في دول العالم التالت في شرق اسيا في الغالب عشان العمالة بتبقى رخيصة، بلس ان هم بيعملوا البروباجندا والاعلانات والدعاية فالبراند بيضرب والناس بتشتري على حسب الدعاية اللي هم عملوها. فالفكرة ان انتي كوني شيك عملية، لو نفسك في براند هاتي قطعة بس ما تقرصيش على نفسك، ما يبقاش كل افكارك واحلامك ان انا اشتري واروح اعمل شوبينج اشتري البراند عشان البسه واروح اعمل شوبينج تاني في المول، هي مش يعني دي مش الدايرة الصح. فانا جاية هنا اساعدك عشان احطك على الدايرة الصح، هتلاقوني دايما حاطة الانستجرام في الديسكريبشن بوكس، في الانستجرام في لينك تقدروا تتواصلوا معايا وتحجزوا معايا كول 1-to-1 ونقدر نرتب ونعيد سيستمية حياتك بالشكل الصح، وعلمك ازاي تستثمري وازاي تعيشي حياة نظام حياة صحية وازاي تعملي فلوس وازاي تلاقي فارس احلامك. في النهاية حابة اقول لكم ان البراند هو انتي، اشتغلي على نفسك خليكي مشهورة خليكي ناجحة خليكي غنية خليكي ذكية خليكي شاطرة خليكي كل حاجة بوستر، خليكي حلم كل الناس، خليكي زي اللؤلؤة خليكي زي الجوهرة خليكي زي الالماسة اللي كل الناس نفسها تبقى زيها. اشتغلي على نفسك اجتهدي، بدل ما يبقى حلمك يكون براند او تبقي تلبسي حاجة زي الممثلة الفلانية، انتي خليكي البراند، اشتغلي على نفسك واطلعي بنفسك خليكي احسن براند، وخلي الناس كلها تبقى نفسها تبقى زي براندك. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بالسبسكرايب بالاشتراك بالقناة وتعملوا لي فولو على الانستجرام، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي بالكومنتات تحت. اتمنى فيديو النهاردة مفيد بالنسبة لكم، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.